حبايبي اللي طلبوا مني ازاي هتدوا الجبنه البيضاء المش اهوت المش او الخميره المش. لو عايزه تعملي المش بقى وانت القشطه اللي بتشيلها من على وش اللبن هتحوشيها في التلاجة وهتطلعي منها السمن، هيبقى فيه منها زي شرش كده او خد كده، ده هتاخديه تحطيه على النار وتحطي عليه 3 4 معالق ملح، تحطي عليه 3 4 معالق ملح وتحطيه على النار لما يحمر قوي يبقى زي المرته كده بحته حمراء تاخدي بالك منه وتقلبيه. هتجيبي عليه كيلوين لبن حليب وتغليهم ومعلقتين كبار شطه وتقلبيهم فيه وتاخدي بقى، ويبقى هو ده المش بقى يحمر معاك اهو يبقى احمر وجميل، وتغديه غلوه بقى على النار. جميل، انما ده بقى مش، شوف المش بقى جميل ازاي وريحته طالعه جميله ازاي. بقى شطه حمراء وقشر برتقاله وقشر سبندق بيديله ريحه جميله وبيتاكل عادي معاها يعني عادي. هنجيب الجبنه البيضة، الجبنه القريش، ولو عايز تحط جبنه من الجبنه التانية برضو بتبقى جميله برضو، الجبنه البيضة دي جبنه قريش اهي، خدتها حطيت عليها ملح، لفتها بملح، حطيت عليها ملح شويه ملح حلوين كتار يعني، وشطه حمراء، وحطها يومين في التلاجة عشان تنشف كده عشان ما المش ما ياكلهاش منك وتتهرس في قلبك، تبقى الخرطه بخرطتها سليمه. دي بقى كانت عندها اهي حدها في المش اهيت، المش غامق وجميل ازاي، تقعد معاكي بقى جميلة طعمها جميل، حطي طماطم بقى وفلفل وطحينة بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط الجبنة بقى الأول اهيت، البطرمانة اهوت، أحسن يكون برطمان إزاز، حط فيه الجبنة اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول رد رصها كده اهيت، الشطة اللي كنت حاطاها فوق الجبنة، ناخد المصفر دوت، ناخد بقى المش بسم الله الرحمن الرحيم، نحطه على الجبنة، جبنه قريش ومغطيها بالمش، حطي له بقى فيه لو انت تحطي فيه ترمس من اللبن المر ده، ما تخليش فيه اي حاجه خالص، حط له اصلا ترمس المر ما فيش اي حاجه. طلع اي حاجه، ده الفلفل الاحمر ده انا حاطاه فيه وقشر برتقال، غسلته ونضفته كويس اهوت بخل وقطعته قطع اهو، قشر برتقال بيديله طعم بقى وريحه جميله بيتاكل برضه جميل. حط بقى شطه، نيجي على الشطه نفتحها من النص كده ونشيل الحته اللي هي اهيت الورا ديت، حطي بقى شطه هي بقى خليه بقى جميل ريحته طبعا جميله.
تجيب شنطه بقى بلاستيكيه مغطيه، ما تهملوش قوي عشان هو هيزيد، عشان بالمش ما يفرش منك ويتدلق، مبقاش ملان قوي، سيبله شويه اهوت يعني بس كده وتغطيه. شرب عشان يوصل لكم مني كل دي. مش بقى والجبنه القديمه، الله ريحتها طالعه جميله، شايفين الجبنه طريه ازاي؟ شايفين الجبنه قلبها من جوه عامل ازاي؟ جميله.